برحب بحضراتكم مره تانية. والحقيقه عايزه اكد على انه النادي الاهلي لحد اخر لحظه كان بيظهر احترام كبير جدا للجنه الخماسيه ولاتحاد الكوره، وكان بيحاول يحافظ على العلاقات بشكل راقي ومحترم، وده كان باين جدا في تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ اللي اظهر احترام كبير جدا ليهم وللدور اللي لعبوه الفتره اللي فاتت، خاصه في ظل فتره كورونا. للحفاظ على العلاقات دي بالشكل الطيب ده، وعشان ما نبوظش فرحتنا واليوم يكمل بالشكل الراقي العظيم اللي شفناه في استاد الاهلي ودرع مؤمن زكريا وكابتن محمود الخطيب، وعشان ما نبوظش الاحتفال قررنا اننا ما نصعدش الموضوع. لكن مع كل ده كابتن محمد فضلي يقرر ان هو يقدم شكوى ضد كهربا في لجنة الانضباط، واعتباره ان سكوت النادي الاهلي وان النادي الاهلي ما يقررش ان هو يصعد الموضوع ضعف او معناه ان كهربا ملوش حق، فده غلط، غلط كبير من كابتن محمد فضلي. وعشان كده النادي الاهلي قدم شكوى ضد كابتن محمد فضلي بسبب السلوك اللي لا يليق بمسؤول في اتحاد الكوره ولا يليق باي مسؤول عموما. وفي احساس الحقيقه بالاسف الشديد كبير جدا عند جمهور النادي الاهلي تجاه تصرف كابتن محمد فضلي في حدث كبير زي ده، مش بس لكونه مسؤول كبير في المكان ده وفي وقت وجود كابتن محمود الخطيب وبالمظهر اللي احنا كنا شايفينه الحقيقه اللي كان مفرحنا كلنا، لا كمان لانه كان ابن من ابناء النادي الاهلي. كلنا عارفين العلاقه بين كهربا ومؤمن زكريا والحب الكبير اللي بينهم هما الاثنين، العلاقه الطيبه من ايام ما كانوا في ناشئين في النادي الاهلي، وموقف كهربا هو موقف كل لاعب من لاعبي النادي الاهلي وكل واحد من جمهور النادي الاهلي اللي بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يسعدوا مؤمن زكريا ويرفعوا من روح المعنويه في الفتره دي. المفروض ان كابتن محمد فضل كان ممثل اتحاد الكوره المصري في تسليم الاهلي درع الدوري وقاعد جنب كابتن محمود الخطيب، وده بسبب تصور الناس عنه وقد ايه هو طبعا حد كبير وعارف مسؤوليات المنصب اللي هو فيه، لكن للاسف في الموقف ده يعني ظهر عكس ده، التصرف كان غير مسؤول، ما يخرجش المفروض من شخص في المنصب ده. وكمان انك بعد كل ده والفيديوهات واضحه للناس كلها وواضح مين اللي غلطان، تقدم شكوى في كابتن محمود كهربا واضح في الفيديو ان اللاعب ما غلطش، ده كان غريب جدا بالنسبه للجماهير. احنا عارفين ان كهربا توقف 10 ماتشات بعد ماتش السوبر بالرغم ان في لعيبه عملت اكتر من اللي كهربا عمله وما توقفوش كل المده دي. فالحقيقه محاوله تحميل محمود كهربا المشكله اللي حصلت دي وهو مش غلطان ده مش مقبول، والنادي الاهلي مش هيقبله. كمان اللاعب استجاب لقرارات النادي الاهلي ورغبه النادي الاهلي فان الموضوع ينتهي وديا، لكن في النهايه كابتن محمد فضل حب يقدم شكوى في النادي الاهلي. كمان يعني الحقيقة لو حب يقدم شكوى في كهربا فالنادي الأهلي كمان بيقدم شكوى